اليوم راح ناخذ تمرين للبطن فعال جدا على الكرة، تمام؟ بنفس الوقت سهل جدا، ممكن لمرضى الفقرات واللي عندهم مشاكل بأسفل الظهر انه يعدوه بس بهدوء. واولا لازم يتعلمون على الكرة، وراها يبدون يعدون هذا التمرين. يعني لازم يوم يومين ثلاثة انه بس يبقون قاعدين على الكرة، يتعودون على المرونة مالتها، يتعودون على الجو مالتها، التوازن، التوازن لان بيها نزول الى اسفل بهذا الشكل. حلو. طبعا الموضوع جدا مريح، جدا سهل، بنفس الوقت فعال جدا. تحب تجرب؟ انا مجرب بها تمارين البطن اكثر شيء. بيرفكت. انا احب هواية التمارين على الكره تسوي شد بمنطقه البطن، اللي تكون كل شيء وتسحب اي هسه راح نسوي بلانك عليها. حلو. هو عندنا تمرين للبطن بس فعاله جدا، اللي يحب يكون عنده بطن مشدود لازم يكون عنده كره بالمنزل، كره مطاطيه. زين كابتن، يعني بصراحه احنا دائما نستخدم هذا التمرين انه على السفنجه، على الكره راح يصير اسهل واصعب؟ على الكره راح يصير اسهل وادق. اها حلو، تمام. اللي راح يجرب هذا التمرين راح يعرف قصدي شنو. على السفنجه ما راح تقدر تنزل هالقد، هذا النزول الزائد راح يسوي لنا سحب بالعضلات، مرونه بالعضلات، تنطيه بالعضلات. الصعود راح يكون صعود صح اقل من السفنجه، بس راح يكون اكو شد على جميع عضلات البطن ما عدا العضلات السفلى، راح يكون الشد عليها اقل شويه. بس تركيزنا على الارض، رجلينا متركزه على الارض اللي هي مسوية التوازن مالتنا، ده تسوي شد على منطقة أسفل البطن وعلى عضلات الساقين. حلو. شوف أنت هواية أمور تقدر تسويها بتمرين واحد، ممكن أن تحرك أكثر من عضلة بالجسم وتستفاد من أدها بطريقة صحية. تمام. أوكي. طبعا ما نخلي إيدينا خلف الرأس، ممكن بس بالبداية لازم يكون إيدنا على الصدر للتوازن، لأن إيدينا إذا صارت لي وراء احتمال نفقد التوازن والتمرين يكون خاطئ ويصير ضغط على الفقرات. كل ما كان الضغط أقل على الفقرات راح يكون جدا ممتاز للي عندهم مشاكل بأسفل الظهر. تمام. التمرين بهذا الشكل ممكن أن نأخذه 4 جولات على 25 عدة، زادت العدات يمنا لأن التمرين ببوش من الأسفل عن طريق الكرة، فراح يكون أسهل بس الشد راح يكون أقوى وأحسن. فاحنا نكثر التكرار حتى نستفاد اكثر من التمرين ويصير عندنا شد اكثر بمنطقه البطن. البطن جميع عضلات البطن حتى الجانبيه خصوصا العليا منها كلها شغاله. راح ناخذه بهاي الطريقه وبهاي المرونة، نحاول دائما بالنهاية نسوي شوية شد عليها، مو مباشرة نقوم. طبعا طريقة الرجوع مالتنا تكون بنفس الطريقة اللي قعدنا بها، يعني ما يصير مباشرة يقوم، ما يصير مباشرة، راح تسحب الطوبة توقع.